مساكم الله بالخير. الليلة جابت لكم قصة جديدة بكراطيسها من سوالف موزة، قصة ولد السلطان والثلاث حمامات. شنو قصة الثلاث حمامات وولد السلطان؟ الحين راح أقول لكم إياها، تابعونا. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان في هذاك القصر الكبير أول فرحة لهم إن الملك الله رزقه، أو السلطان يعني الله رزقه بهذاك الولد، وبنفس الحزة المزارع اللي يشتغل في القصر الله رزقه بهذاك الولد، وصار ولد المزارع وولد السلطان ربع من السنين من يوم كانوا صغار ما يتفارقون أبد. وكان كل اللي يشوف يقول شلون ولد السلطان يماشي ولد الزراع، لكن سبحان الله الصداقة لما تلتقي مع بعض والأرواح تتفاهم ما يصير في حواجز، وتموا هالربع طول العمر ربع. في ذاك اليوم طلع ولد السلطان مع ولد المزارع، يتمشون يتمشون ليه ما شافوا هذيك الشجرة اللي اسمها شجرة الرمان. كان يقول ولد السلطان خلنا نرتاح تحتها ونقط لنا شوية تعبنا وإحنا نمشي. وفعلا نام ولد السلطان، لكن ولد المزارع ما يتلى النوم بس سكر عيونه وقعد، ولا يسمع ثلاث حمامات جايين يركضون طايرين. حطوا الحمامات الثلاث على الغصن، وسمع هذا ولد المزارع الحمامات يتحجون، استغرب لكن سكت. سمع الحمامة الأولى تقول حق رفيجاتها الثنتين، شفتي هذا ولد السلطان وعلي عليه، الحين بتطيح حبة رمان وبياكلها مسمومة، وإذا أحد نبهها راح يتحول إلى حصات صخرة. كانت تقول الثانية وإيه، ويقولون إذا طلع منها راح تذبحها فرس بيضة تاخذه ويركب عليها، والفرس هذه راح توديه تكسر ظهره وتموته، واللي نبهه راح يتحول إلى حصان. شلون تقول الثالثة وعلي، أصلا حتى إذا طلع من هالرمان المسموم ومن هالفرس راح تيلة دابة حية مسمومة ليلة عرسه وتذبحه، واللي علم راح يتحول إلى حصان. وطاروا الثلاث حمامات من الغصن اللي على شجرة الرمان. ضاق خلق ولد المزارع، شلون صديقة ولد السلطان يموت؟ بس شلون يخبره إذا خبره يتحول إلى حصان؟ فسكت. قعد ولد السلطان وقعد يسولف معه ويسولف، وشوية إلا يشوف ولد السلطان هذيك الرمان اللي طايحها بالقاع، توي بياخذها يبياكله، كان يقوم ولد المزارع ويحذف الرمانة بعيد. استغرب ولد السلطان قال ليش تسوي كذي؟ إيش فيك؟ قال له بس ما أقدر أقولك بس خلاص. سكت ولد السلطان مشى الموضوع. دارت الأيام والأشهر والسنين. في ذاك اليوم بنت عم السلطان هي وأبوها زايرين القصر، وشافها ولد السلطان وانعجب فيها وقال أنا لازم أخطبها. فقال له أبوه ما يخالف، بس ليردوا عمك وبنته بيتهم يعني مملكته، احنا نروح ونخطبها، ما يصير نخطبها وهي عندنا. كان يقول له صار. قال انزين. كان تقول لبنت عمه قالت له انا هذه الفرس البيضة هذه حب حياتي، انا موت عليها، ايش رايك انا وياك نطلع يعني نتمشى كل واحد فرسه؟ قال اوكي. وولد المزارع ما غفت عينه عن رفيج عمره. كان وهم بالطريق كان تقول الأميرة بنت عمه قالت ليش رايك نبدل، أنا خاطري يعني أخاطري أجرب خيلك. كان يقول إيه والله ما في مشكلة. عرف ولد المزارع أن الحين راح يموت رفيجه إذا ركب على هالفرس البيضة، وقوم وخذ قوس وخذ سهم واضرب الفرس ويذبحه. استغربوا الناس والعالم وتلو ويابو، قالوا ترى هذا ولد المزارع هو اللي ذبح الفرسة. ليش؟ إيش سبتك يا ولد؟ ما نطق. عصب الأمير وعصبت بنت عمه لأن هذه الفرسة من يوم كانت ياهل عندها وش سبتها، ما حد تكلم، مل منه زعل وطرده، قال خلاص ما بي أشوفك مرة ثانية. وراح ولد المزارع داخل بيته
لدرجة حتى ما قام يساعد أبوه في الزراعة ولا له خلق، قاعد داخل البيت. وهمّا ولد السلطان قاعد في قصره وما يحب يشوف أحد. الرفجة لها عمر، الإنسان اللي هو رفيجك يفهمك، ما تعوض عشرته عن أي أحد. راحت بنت عمه سافرت ردت بيتهم وقعدت مدة، وما قدر ولد السلطان إلا يرد على رفيجه رغم أنه ما عرف شنو الأسباب اللي صارت. رد وعادي مش الموضوع. وقام في يوم كان يقول حق رفيجه ترى أنا رايح أخطب بنت عمي الأميرة. عرف هني ولد المزارع نبوءة الحمامة الثالثة لما قالت له أن ليلة عرسه راح تدخل عليه دابة حية وتذبحه. وصار العرس، وراح هذا الولد انخش في الدار يدور يدور قبل ليلة العرس، يا ربي بعد ما يبي نحرج مع الولد ورفيجه شلون يدخل، يعني يدخل غرفة النوم ما يصير. ما لقى الحية اللي قالت عنها، لكن انخش في الكبت. قال الحمامة ما تجذب، انخش في الكبت. ويوم اللي دخل ولد السلطان مع زوجته كان يقوم وهو يطلع شاف الحية تدبي تدبي، أحا الحين تبتذبح ولد السلطان، ويطلع الخنجر ولد المزارع ويطلع ويذبح الحية وتحاشه. لكن شنو شاف ولد السلطان؟ شاف رفيجة داخل غرفة نومه ورافع خنجر بويها. كان يقول يعني من الأعصاب، يعني شك إنه هو راح تذبحها، يعني شك إنه هو خلاص راح يموت يعني. قال ليش قاعد تسوي كذا؟ قال شوف أنا الحين خلاص أنت راح تنذبح راح تنذبح، أنت دخلت إنه في شك، لازم الحين تقولي السبب. المهم كان يمسكه ولد السلطان، قال شوف يا فلان أنت رفيجي وسامحتك وايد، لكن هذه المسألة أبدا ما راح ينسكت عنها، هذا مثل اغتيال، أنت تبي تذبحني قول سالفتك، لا الحين الحراس يدخلون يذبحونك. عرف ولد المزارع إنه خلاص ميت بالحالتين. كان يقوم يقول له قصة الحمامات الثلاثة وهو يتكلم تحول إلى حصاد. مسك الرفيج الحصاد وتندم، شلون ما وثق في رفيجه، شلون ما عرف إن رفيجه شو اللي كان يسوي كان لمصلحته. وضاق خلقه وطلع من بيته، وصارت حياته حياة يطالع بس هالحصاد اللي ضحت بعمرها علشانه. ورد مرة ثانية حق شجرة الرمان، وهو غافي ولا يسمع الثلاث حمامات ردوا مرة ثانية حق هالقسم. كان يقول وي مسكين ولد المزارع اللي فدى عمره علشان ولد السلطان. كان تقول يعني الحمامة الثانية قالت ايه بس ولد السلطان يقدر يرد ولد المزارع. قالت له شلون؟ قالت يروح يقنع زوجته الجميلة اللي هو يحبها إن تقص شعرها بالكامل وتحطه على الحصاد وتحرقه وراح يرد مثل ما كان. لكن هل ولد السلطان يقدر يروح يسوي هالشي حق الأميرة زوجته؟ وهل راح يفتدي رفيجه ولا راح يكون مجرد حصاد؟ لكن الصداقة اللي ولد السلطان أغلى وأثمن، وفعلا سوى اللي قالت عليه الحمامة وردوا الأصدقاء مثل ما كانوا وأحسن. شوفكم إن شاء الله في قصة جديدة مع سوالف موزة، تابعونا.